السلام عليكم داود يا لكم سول عوادة نمعه يبقى في الشارع عاوة يا برنامج حسب أولي رادو مرتدى يا مكرفون بقى برنامج كان موع زمان نمعه يبقى في الشارع عاوة سؤالين إذا لو بيدي دونا عاوة برنامج كي يعني قلقوا عصيوبن أوكي نمعه يبقى قصود دباب نمعه يبقى في الشارع نمع نمعك سولو نمع أوفيشال سولو وقولوا أي وبرنامج عصب أولي رادو مرتدى إيه مكرفونك برنامج كعاو أنا قال وفرويا وعنى ورئيس دونا ولكي ميكي كامر مانك عمر أوسكار نمع عاو فصحى وتأي سؤال أشر نمع هرت سا أوكتاي كومنتي قبلنا أنا آخر صح لا تقبلنا أنا لايك صار صح عاو ضدك أفضل قبل كومنتي أنا ماشي ضدك يا أخي صوت لي جندم وأخي صح عاوز سؤال سنة وبدنا أنا ما أنت وري وأه عليك وري سنة أوكي لكن معاكم وري سنة عدك شعب كار أوكي شعب وحيد ما تلويه أنا ما تلويه أوكي نما حيبة هرتا وحنا ورنتا واجاجا فيلم تجميع أوكي أنا فيلم تجميع طبعا صبيري وقت ده قصة قلب قصة عشان جلهم أوكي نما هيبة دتك بدنا بهدا نما هيبة أبوك جزمو ما خوزي ها أبوك جزمو واسقمني لبيت يلا أضلي الله نحرس سقير أقرأ الله مبديه آمين آمين وعقل دتك إيميديان نما هيبة إيشك علي مخ المال هذا ما شاء الله هذا جوب صدح يلا ليه صدح يلا يجوبتو هالويل يلا وضل ما شاء الله هذا مخلص ما نو أوكي نما هيبة حنا ورنتها وحد جعشة في المانتا عايشة هندي أهالو مريكنا أهالو مريكن كا عبس عبسي وراهو ما تعرف حاجة شنو في المانتا عبس عبسي ده مريكن كا هرر كا نحاسي حاس كا بضع أو لس والله هذا جعله لكن عمر فيل عبس عبسي ده أوفي سنة هبينا وحافل سنة أفرتن إلو فيلم وعبس عبسي سبحان الله واجب تعال عليا أورا ممتاز أورك عليا جودي ويا مركه كل كيا بس أوفي سنة أفرت إلاو فيلم مركه أنا مستك سيديا مركز الكليني فيديا وقاطك فيلمات مركه أنا مستك فيلم وقدم بي وعبس عبس إيجو جوي وها فيلم كلياني ما أنا كامل رز أنا سوح مرة ماي ومل وجينا ولا لا وضعت بقى إنه نايا وابسي وها نايا نكير بس أرتى روح روح أنا عمل صاين هاد ونكير جروب وحنا سو نكير بانك وكم قلنا فيلم كسا عبس إيجو جوي وحكي قدم بي عبسي في الصلاة لكن محب في الصلاة في المانتا يعني حاسكة أو بطبط إيه قاس كل ما في الصلاة نما هيبة وحنا ورنتا هسا عجعشة سومالا هاد مريكا هاد تو هندي هاد كي بعجعشة أنا كي وحنا جعلها هسا ممكن ده سومالا بيجستا لكن بطلنا أنا هسا وقت ما بيجستا لكن وحنا بيجستا بي كي وكله عوالة هذا وكله نما هلا وكله لكن أنا ده كي بي كي بيكي وسلامي سامرانا محمد سعيد بيكي هذا وسلام الله كي قال على كان اول وتا على زمان ما يا كما على ما على كان الناس اللي ولا الحياه لما حدا سؤالك الكويديو وحا 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 كورت ورد رشيق على جعشه انت وين قاعد جعشه بس حتى شو انا كي وحان جعل هاي انا عمر باستا كو باستا بلبلار باستا ليلير بلبلار مكرونه ديريس جعلي وحا صار وحا كجعلها صار صار يا عقال بكري ام كوست دونك ابو جعله دونك ابو جعله ما هيبه ما انت الى تلك السفر تلك السفر لك مريكن كان امريكا مريكا بلغة ساعتي بيه ما يهد لك وحمالة بدتك ابو ديلو يرز بلغة سنة توش حالة ما كان اخذ انجليزك انا طبعا بيسوك عم بارجة سفر ما كده اللعين واجور سومال وهي مركا وصف سبحة مركا تريق بدتي وصل بعد هاي ما محاولت لأنه مع تي في وعشو خالص تي في والله ما يستبيه كلا نركنا والله تي في والله ما يستبيه كلا نركنا غزالة نركنا غزالة أوكي لكن استعماله ويفرق استعماله ما فيري حتى ولا بالاسكاس ما فيري ما ادرا جبت معنا ودك ملعب اخر كرت اوكي واحد قسم ها برنامج كاس انا كان لا بربعه اوكي بركة واحد جرو اللي معي هيبه كاس برنامج كاس وصلاهم دونا واحد جرو تبقى خار محيي خانان اوكي صوت كاجا وجي كاجا صح تبع عاد هذا مي خانان اوكي وحا وحا رمنا ما كنا وشكي تبع عاد
بعد خوفك أديك أديه تبي عدل نقدر عليها يعني انت تخاف حدا معي ما دام اديك فلورس بدنا على الفيسبوك مسج بدنا انت مسج كوسا دعاء تتخاف حيس لي معي هي مسج مسج دعاء ما يولاني انا خلا كبر يا ما انا مش قول صناي معقول ولا انا ما كبر بني كبر الى وسقنا هذا قف لهذا انا كبر وجهي مو اه وحاج على دتك انا ما خمدو حاج على دتك اجعل ان وقت سيء صح خلي ذا شغل اكسوب عن سوري خلي ذا شغل اكسوب احنا وكلاتك الليلة أنا وحدي إنه كل جورج أنجوب بدنا وحنا كم شغلة أنا نيكل داي أو فيسبوك نيكل داي فيسبوك أنا كم شغلة فيسبوك أجعلا سأسترت الفيسبوك يقعد وياي وحدة بدن ماسنجر كوا دت كوا كوا ماسنجر أكو شكل استعبي كي بدنا عمل كي أمور تي هاي وكلت مرك ماسنجر كنا تغير شخر وجوده وجوابه دت ينصوا على وجوابه بدنا مرك كوا فيتس أكن مرك وقتي أنا في جارنا جرتوا وحلي على إجرام مغذى كبير يسويني إيه ما أهم لكن خوفك أنا أركه هو بالو سويت ولا لا تدخل واحد يعني معي ببرنامج كان جروب هذا أودي ما شاء الله ووحفي عن وحاربنا برنامج أنا يعني سوق خيب كل كلمة برنامج كرتا إنك سوق خيب كلام سدي معنا إيه خابك سوق خيب كل والله برنامج كان قف على قف كيرو وفرين سو مالي محمد وكذا حياة قف كي ربو إن أنا كبرنامج كي كقاب قاطي يوتيوب كي كسر مخو قام فرنا بصور بينا يا برنامج كان كود بدأ جت تلفون على برا اسمع تلفون على برا تلفون تلفون كان عندنا بعض كله تلفون برنامج كلا تبى وصلت أو وصل شيء دون عدو لا يلا كود بدأ لمبر بونا سينينا كود تلت نوجو حمر نوجو كنه waso dominina meshana camera la soo filisnina ee kun gobolada joogaan sidoo kale telefoon aan soo wareejiyay telefoon aan soo wareejiyay doona insha Allah ee umar barnaamijka salaag waxay ku dhaliyay ku shaqeeyay oo garoobada garoobada ha ina ku diiwaan barto barnaamijka garoobada maxaa ku dhaliyay ma barnaamijka garoobada waxay ku dhaliyay umar aniga naftirkay garoob ahay madam garoob aan ahay sidoo had sheeg jajumo kala wakal tagna ilmeega aboon wakal tagna marka aan arkay noolo badan oo rafaadsan silci ay ku nool yihiin ana hadda imey qaar hal gabar haystaa laba kale weeyeen waxayna abood ila joogaan marka barnaamijkaas waxa ugu dhaliyay badan waxay tahay ilmaha waalidkood marka ay la joogaan labadooda waalid ay la joogaan waa wax aad u qurux badan nolol aad u wanaagsan way annaga markii hore tii dadkeena waalidiinteena oo kale tii markii hooyo la furo bix ciyaalaha hadii lagu furo hadii saddex lagu furo isku mid ahaan jirtay hooyadaas waxaa macquul ah inay si dibdan ku guursanin oo ilmahaydaas ay ilaaliso annaga ma aan samaynin aqliga maanta aan leeyahay haddii aan lahaan lahaa anig marka ugu horreysay markaas ilmahayga aabahood aa iska haysan xataa haddii ay dhacdo in uu naag kale ila guursado ilmahayga aabahood aa ceshan lahaa si ilmahayga aysan u noqonin ilmo hooyadood iyo aabahood aan la noolaanin oo ama hooyada korsato ama aabaha korsato haddii hooyo korsato wanaagsan aysto waxba ka dhiman dhankii aabaha ka dhiman haddii aabihi uu korsado hooyada ay ka maqantahayna booska hooyada uu banaanyahay marka calool xumadaas ilmahaygii aniga oo hadda dhow ilmahayga aniga iga tageenbo waan islaadanna waa isla xiriirna hal gabarna waa haystaa marka waa arkay ilmo reer faamil badan oo iga dhib badanaa arkay marka saasaa igu kaliftay barnaamijkaas inaan wacyigelin u sameeyo oo dadka ka waaniyo oo kala hadlo markaan yaraa oo labada ciyaal ugu horeysa aan dhalay aabahood aan kala tagna waxaan isdhahay dee weli waad yar tahay gabar yaraa tahay ninkanin kala guursan kartaa saasoo kusii soconaya gabadha marka aniga sinaan isdhahay ee gabar walbana isleedahay waxay isleedahay ninkan maanta hadday kala tagtiin muxuu ku hayaa nin kaleed ha anma duq ah weli laatan jir ah warta labaatan jir intuu geed ka boodo uu talo ka boodaa ya marka hadiiba oo noloshaas bari waxaad isleedahay kan ma kala tagtan mid kale guursanay gabadhi mid kale ma guursata kii waa xumaanayan kii way kala tageen ama iyadaa xunbo way isku xumaanayan wiilash kaliya dhalashay masaari kano kii kala tageen haddana kii haddana markii ay kala tagaan mid kale saddexaad laazim way guursanay gabadhiilaa ay ka duqoodo ma faaraanaya nololeedaa mogta marka waxaa kalifaayo in markaaseti isbaceka reerka uu baxo gabadhaana nolosheeda way u dhammaanaysaa gabar sumcad ma ugu jirto in ay guursato niman badan inay guursato wax dan gabar soomaaliyeed ama qof kale ba ahaatee gabar oo dhan dan ma ugu jirto gabar waxay ku sharaf badan tahay halka nin oo guursado inay guursado anaga hindida fiira hadda hindida cumar
هندida markay nin uu guursado mal furay xataa gabdhay ragii waa loo gadaaya saxbay ma way caadi u gadaan way gadanayaan markay gataan ninkaas xataa gabadhi ma furay ma furay saxbay ee gabadhi la furo hindida aw ka horta laga ma guursan jirin mal guursanay asaay wada amilada ku dhameysanay anaga hooyoyinkeen hore dhaqankaas way haysteen naagta la furo ma guursan jirin naagta laga dhinto ma guursan jirin anaga gabdhahan aan hadda dambe dhashay wixii aniga ila eg iyo wixii iga yarbo waxay bilaabeen inay markii la furo hor mid kale ku guursadaan cilmi u kala kala jaanay maana haddana koo kala sii guursadaan soomaali maxamed oo dhan loo haynaya qoys cilmi okay cunug walba aabbiis beri ma ku raadin kartaa marka ma ku raadin karta isbeeska nolosha baxayso faa'iidada familka baxayaan quruxda reerka way u dhammaanaysaa gabdhow aniga waxaan idin dhihi lahaa fariintan gabdha ee ku socota gabdha aniga waxaan idin dhihi lahaa aniga teeda hadday tahay nimco axmed heebe ee maanta teeda hadday tahay beris ninka guursaday labada ciyaal oon dhalay ninkaas iska arjoogo waa teeda hadday tahay waa talo waa talo waa talo nin nigu socoto laakiin hadda ma dhicin in sha allah qaladaad badanaa iska jira qaladaadkooda kuwii sicilaa allah naga dhigo ragga keliya ma eedeen karna gabdhahana way iska qaladaad badan yihiin laakiin gabar walba waxay sharaf iyo asluub ku leedahay ninka ilmaha u dhashay in ay afjoogto cimrigaada inta ka dhiman ku dhamaysto taas waa talo ee idin siinayso nimcaha axmed heebe because aniga buba ka shalaynooya in ilmeyga kale aaba aaba noqdaan kala maqnaadaan waa waxaan ka shalaynayo abyaashana ma eedeena marka taastaasaan ka dhiganakaas ay ukalif barnaamijkaas inaan keeno maasha allah gabdhooy saa talada nimcaha heebe aad u qaadataan ilaahay ha nagaso ilaahay walaakiin dalinyaro waaye waqtiga anigu ku jiray ku jiraan waa fahmi karaa waxay leeyihiin maanta ka bax mid kal gal hada kal ka bax muxuu ku waay ee leeyihiin laakiin maalmaha dhacayso aad aadiin qoftaas wallaahi bilaa talaa hal ninkay ku aroosa ee qabiya sagaal cunugay u haysaa toban cunugay u haysaa maasha allah ninkaas way dhaqmayaan maalin dadkaas aa ka masiiri doontida imaanaysa maanta dhalinyarnimada iyo kusiri